أنا إياس المقداد، سينمائي ومسرحي سوري، خريج معهد العالي للفنون المسرحية 2005. في دمشق أنا تخرجت من قسم الرقص التعبيري الباليه، وفي بلجيكا كان الماجستير تبعي حول الفنون السمعية البصرية. بعمر ال 14 سنة كان عندي قرار أنه أنا بدي أصير مخرج سينمائي. بسبب عدم وجود مدرسة للسينما بسوريا، كان الحل الوحيد أو الخيار الوحيد هو أنك تدرس مسرح. اكتشفت من خلال دراستي أنه الكلام هو آخر ما يصدر عن الإنسان، والفعل يبدأ بالجسد قبل أن ينتهي بالكلام. حاولت قدر المستطاع هو أنه ما أخلط الرقص بالسينما، وإنما أني أنا أفتح البواب بين فنون الأداء وصناعة السينما، أني أقدر أني حاول اكتشف شو هي السبل الأفضل للوصول بالفيلم السينمائي لحالة تعبيرية أعلى، أو بالعرض المسرحي لحالة تعبيرية أعلى. بالنسبة لي مع بداية الأحداث بسوريا، ببساطة قلت أنه أنا كفنان سوري ليس لدي موضوع أهم مما يدور في سوريا. الموضوع هو موضوع عضوي، أنه ما يحدث في سوريا هو مرتبط بحياتي، هو بالنسبة لي ضرورة لأتوازن أنا كإنسان. من بداية الثورة بلشت أول شيء بإنجاز مشاريع صغيرة، هي فيلم عجين، بعدين فيلم شلال الدم، بعدين مجموعة تجارب صغيرة. عندي أخ هو عروة المقداد اللي هو صحفي وصانع أفلام كمان، قدم لي كل ما صوره خلال الثورة بسوريا. أنا لساتني على الآن بهي الوثائق اللي أعطاني إياها عروة. من خلال هي الوثائق أنا قدرت أنه أنجز فيلم تحت الخزان. الفيلم مدته 10 دقائق، كان من الاختيارات الرسمية لمهرجان لوكارنو الدولي بسويسرا بال2014، ونعرض بكثير مهرجانات بالعالم. وهلا أنا بصدد إنجاز فيلم طويل عن هي التجربة، اللي هي متعلقة بالثورة السلمية وتطور الأحداث بسوريا من خلال تجربة عروة. بعدين بتصير القصة بالنسبة لإلك هي ما عاد أخوك وما عاد ابن عمك، وهذا الناشط اللي هو بيعكس صورة ناشطين بسوريا، بيعكس شغفهم بالحرية وحلمهم بأنهم هن يكون عندهم مساحة للتعبير بحرية بدون ما يكون خايف بأنه هو ممكن يعتقل، ممكن ينقتل، ممكن يدفع ثمن تعبيره عن ذاته. هل أنا هارب من رواية ما، من فيلم ما؟ الذاكرة تعاني من الألم اليومي، الشوق، الحنين. الوحدة. الشوق للأموات. حلمي البسيط اللي هو بيشبه حلم أي مواطن سوري موجود بالمهجر اليوم، غصب عنه بسبب الحرب، بسبب الاضطهاد، هو أنه يرجع لبيته.